المردة الأخرى الكبيرة اللي جاء عليها من ياسر من النقاش هي قضية محاربة الفساد. محاربة الفساد وذا اللي انثار حولها كامل من الأمور. أولا نختار نقول على أنها أولا أنها ضرورة، إحنا نقول ذا كامل ولا عندنا الإمكانيات، وراه هي الإمكانيات كاملة هذه 100 مليار اللي في ميزانية الدولة اللي ما تطير منها وقية، ما شور البنود اللي شورها ما هي قادرة تحل 10% من المشاكل اللي عندنا، ما تقدر تحلهم. يقار سني با إن ريزون أنها تضيع منها وقية واحدة وبلا معنى، إحنا في ذي الظروف والأموال يبذروا في غير وجه حق، إذن هي ضرورة. يقار ملي قناعة وإرادة وقرار، وصاحب الفخامة في خطاباته كاملين وفي برنامج وطموح الوطن بين يديكم وفي كلامه يوم تنصيبه في قصر المؤتمرات وفي رسالة تكليفه للوزير الأول وفي السياسة اللي جاتكم نهار هذا اللي تعبر عن ذا البرنامج وتعبر عن هذا التوجه، لتوه ما قال في أخبارها والقرار ما تغير في شيء. بيقول كيف قلت ضرورة وقناعة وإرادة وقرار، لا بد. غير قطعني متوافق معك منها ما يسهل، ومتوافق معك من المخاطر فيها ما توفق، وأن التضحيات فيها يا الله نعود مستعدين تضحيات فيها لا حدود لها. يقرأ أنه با دوتر شوا، ما في ما في ما في ما في خيار آخر. قلت أنها صعيبة، هي إن قال يوسر بالفساد وقطع عنه خالق، ما يجد حد يقول أنه هو خالق. يا غير ملي أخطر مدة، أخطر مردة تعطل سياسات محاربة الفساد هي سهولة اتهام الخلق منهم مفسدين بدون بينة. به اللي المفسد أقل الخالق عليه أنه يتهم بزر حد ما هو مفسد. ياك يعود هذا كامل باناليزي ولا كله ولا مهم ولا عنده لا عنده أعراف ولا عنده قانون ولا عنده مرجع ولا عنده شو اسمه وشنو. أقل شيء على المفسد خالق إسهال الاتهام في الفساد، لكن هين قال راهو مفسد. وهذا للأسف مرحلة احنا فيها درك. المساهمة في الفساد حق أنا سمعتها كامل اللي قال، وكيف قلت ما متعاقبين اثنين على الفساد خالق، الحكومة تعرف ان الفساد خالق والمواطن الموريتاني يعرف ان الفساد خالق والمعارضة تعرف ان الفساد خالق، دوك ما متعاقبين عليه اثنين. قال اللي قال كامل هون اليوم ايش فيه من شيء حد يبقي الفساد يبقي حارب الفساد يبقي عدل شيء بالفساد؟ شنقال اليوم هون مشي فكرة تعاون في ذا العمل اللي لا يعدل، لأن الظاهرة خارقة لأن ذا كذا ما يقعد ما قبلوا عفاريت قبلوها لا قبلوها لا أولاد موريتان. يا قاري لين تعود عندنا معلوم لين تعود عندنا معلومة ذيك هي ملف صحيح ما هو صحيح، لأن هي ما يقعد صحيح لين يفوت لين جي هيئات التفتيش ويجي القضاء ويجي كذا ويجي كذا غير بعد اللي انت فم آليات وفم جهاز وفم إدارة وفم إدارتنا وقوانيننا ومساطر تفتيشنا مازال قالها كاملة تحيل. وهذا هو اللي قال في الاستراتيجية. مريم خلينا نشتغلوا نتفرج من خلينا نشتغلوا تمالي تمجنون خلوا الوزير الأول يتابع كلامه. أنتم لا تشوشوا علينا. قلت أعلن هذه العملية لا بد من ندخلوا فيها. يا قير لا ندخلوا في عملية نعرف أن عملية معقدة ونعرف أن عملية ما هي سهلة ونعرف أن عملية ما عندنا الآليات لها كاملة. قال لا بد من نعدلوهم من اللي ما عند هذا البلد الحق مرحلة ما يقدر يتقدم لقدام هذه المشاكل اللي عدلوا ساق ماش مرحلة هذه المردة. ما إلهي تقوم كاملة محلولة في اللولة. يقارلين نتعاون عليها كاملين لا ينتقد. وصاحب الفخامة في خطاب تنصيبه أكد على ذي الفكرة أن حرب الفساد أن حرب أجهزة الرقابة وحرب الأجهزة الإدارية. يقير حرب مل المجتمع وحرب نخب المجتمع، حرب الأئمة والسياسيين وصناعة الرأي والإعلاميين والمدون، دنيا كاملة يا الله تشتغل في ذا. وإحنا لا نعدلوا لها المنصات ونعدلوا لها الآليات ولا نراجعوا القوانين ولا نعطوا الآليات. بيلي مفتش اليوم
امشي يفتش الآليات العدلو والقاعدة القانونية العدلو ما هي كافية ياك يعتن على هذا ويسرنيه. إذن هذا حرب لا رجعة فيها، إنها لا تلحق لكن اللي كاملين مات لا يحرك شي مرة واحدة ولا عندنا عليه شقارة ما هو لا يخرج ما 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 ما, ما بالتدرج. قال نقول لكم على هاي الحكومة على إنها ما هي لا هي تتهاون مع حد اسوه هو شنو مهما كان موقعه ومهما كان مشكوك إنه قوته باللي صاحب الفخامة هذه هي التعليمات اللي أعطاه أبدا على إنه لا ينساهل ومع رجاج ذبت عليه جبرت عليه لدي الصنواع في هالشي مثبت خطأ إداري ومثبت تفريط وهذا ما هو فساد هذا تفريط هذا قلة كفاءة هذا تخلاط أيدين هذا كذا وتنقبض عليه لقاء الإجراءات الإدارية ويؤنب عليه وينقز عليه حد ويغير مال يرتد وفي شيء اثبت عليه على أنه فاسد وعلى أنه ذا اللي معدل هدفه به قبيض المال العام والمساطر القانونية واضحة فيه اللي لا يوقفوا عليه من نهاية لا القضاء هو اللي هي ولين يقفوا عليه القضاء يسوى الحد ديك ساعة وشو عدلوا احنا ثم البرامج العادية اللي تعدل المفتشية على أساس خرائط المخاطر هذه ماشي وفم معلومة جات للدولة جابها لها حد من حد من خلقها جابها لها حد من المعارضة جابها لها حد من الرأي العام دور تمشي فيها التحقيق ولين يثبت فيها لا يثبت فيها شيء التردد فيها ما ولا يخلق كيف قلت لا يثبت فيها نوعين إما خطأ إداري وإما خطأ أرجاج جرم ذاك هو ذا محايكه ومعدله لين يعود خطأ إداري لكن اللي يلا تعدل الإدارة دور تقبله ولين يعود من حجم أخر دور تنقبل فيه الإجراءات اللي يلا تنقبل وتنقبل مسطرة حجمها يقير محاربة الفساد هو صريق الضوء ما هو فساد هو 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 التعدي على تراب القصر ما هو فساد الفساد أكثر منه وثقل أكثر منه وثقل قلة المساواة قدام القانون قبيض الوقت التردي عطي شيء دور رجاجه مرفق عموم يجوا مواطنين يسبق واحد منهم عن واحد لأنه قريب والله هذا فساد بحد ذاته إذن أصعب من ذا وثقل كيف قال حد قبيل حد لا يحارب الفساد لا يحارب التركة ولا يحارب الشباب ولا يحارب شي من العلايات ولا يحارب شي من الرجال ولا يحارب شي من المثقفين ولا يحارب شي من رجال الأعمال ولا يحارب شي من رجال الدولة لا يحارب الدنيا كاملة قال موريتان لحقت مرحلة ذي الحرب فرصة اللي يدخلها إلين ما تدخلها وتكسبها ما تلا عندها الوقت تدخل معركة أخرى هذه هي الحقيقة هذه هي فلسفة الحكومة هذه هي فلسفة صاحب الرئيس هذه توجيهات صاحب الفخامة وهو هو اللي متباركين معاه ننجحوا فيه ما ننجحوا فيه لأن نمشوا فيه كاملين نجاحنا ضامن لأن ما نمشوا فيه كاملين إحنا ما نلاهي ندخروا فيه أي جهد وأمننا ننجحوا فيه